نعمته من برده من برده مر بي مر بي مر بي وعدا وعدا مثل ما الناس ماتوا من برده من برده تحمد العمر تبدده تحمد العمر تبدده ما أطيبه ما أطيبه بدرا مرابي 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 وعدا وعدا مثل ما الناس ماتوا من بردا من بردا تحمد العمر تبدده تحمد العمر صباح الخير. يوم جديد بنبدأ معكم مشاهدي الإخبارية السورية بنهار إن شاء الله يا رب يحمل الأمل والطاقة الإيجابية بعد عطلة أسبوعية لتكون بداية أسبوع مليء بالأنشطة والأحداث المهمة بحياتكم. مثل كل يوم تمام 9 صباحا بتكون لحظة انطلاق رحلتنا بمواضيع المختلفة والمتنوعة واللي بنحاول فيها ككادر صباحي يسلط الضوء على كل شيء جديد عم تشهده سوريا. أكيد تحيتنا الصباحية رح تبقى لأبطال الجيش العربي السوري حراس الأمان. يسعد صباحكم ويسعد صباحك ميسان. يسعد صباحك سلمى وصباح كل مشاهدي الأخبارية السورية وين ما كانوا متواجدين. يوم جديد بحياتنا بدأ إن شاء الله يحمل كل الخير بتفاصيله الجاية لكم. مواضيعنا لليوم متنوعة وضيوفها متعددة بمحاولة مننا لتسليط الضوء على المواضيع والقضايا يلي بتهمكم. قبل ما نروح لفاصلنا الصباحي اليومي بنوجه تحيتنا دائما لرجال الله في الميدان رجال الجيش العربي السوري حماة الديار. مشاهدينا فاصل صغير وبنبدأ فقرات حلقتنا لليوم. أنا الدمشقي أنا الدمشقي لو شرحتم جسدي لسال منه عناقيد وتفاح. أنا الدمشقي لو شرحتم جسدي لسال منه عناقيد وتفاح. ولو فتحتم شراييني بمديتكم سمعتم في دمي أصوات من راح. زراعة القلب تشفي بعض من عشقوا وما لقلبي إذا أحبب جراح. ميسان مثل كل يوم رح نروح لتفاصيل جديدة بتدخل بحياتنا ممكن نجهل سببها. رح نروح لمجموعة من المعلومات يلي بنتعرف عليها للمرة الأولى وفقرة هل تعلم. موسيقى
معلومات كتيرة ممكن تمر بيومنا ومنحب نتذكرها، ومعلومات منجهلها ومنحب نتعرف عليها. هل تعلم بأنه أسرع النساء بكاءً هي التي لا تستطيع شرح ما في قلبها سواء في لحظات الحزن الشديد أو الفرح الشديد، وغالباً ما تتميز بصفات أخلاقية نادرة كالوفاء والكرم والإحساس بالآخرين؟ وهل تعلم بأن المرأة كلما ارتفع ذكاؤها ونضجها الفكري زاد احتمال أن تظل عازبة وبلا شريك لمدة طويلة من حياتها مقارنة بغيرها؟ والسبب هو أن ذكاءها المرتفع يجعلها تجد صعوبة بالغة في تحديد نوع الشريك المناسب لها. وهل تعلم أن الجوع يحفز على التركيز والانتباه والذاكرة حسب دراسة لجامعة ييل الأمريكية؟ فالجوع يحفز مناطق هايبوتلاموس في الدماغ مما يجعلك تتذكر المعلومات وبشكل أسرع. وهل تعلم أن الموز يحتوي على مادة كيميائية تسمى التريبتوفان تجلب البهجة وتساعد على الضحك؟ وأخيراً هل تعلم بأنه إذا تجاوزت عمر 25 دون علاقة عاطفية فلديك احتمال 30% أن تظل عازباً طوال حياتك؟ فالإحصائيات تشير إلى أن ثلث البشر الذين تجاوزوا هذا السن ولم يخوضوا علاقة عاطفية مع جنس الآخر ظلوا وحيدين إلى الأبد. شو المعلومة اللي تعرفتي عليها لليوم سلمى؟ هلا اغلب المعلومات كانت جديدة، وبالذات موضوع كنا عم نحكي عنه موضوع الاكل ميسان. تمام. يعني انا بالعادة بفكر انه لما الواحد بيجوع بيفقد تركيزه، وطلع العكس. هلا يمكن في كتير عالم بتقول انه نحن اذا كنا شبعانين ما بنقدر ندرس، بس ما بيفكروا انه ممكن كمان اذا كانوا جوعانين يقدروا يركزوا، بس على الشبع يعني الواحد بيقلب وبينام. تماما، يعني مع انه العكس، يعني بتشوفي طلاب المدرسة او الجامعة انه طعمون يلتهوا عن الدراسة، بيقولوا ماني قدران ركز، بدي اكل جوعان، بيقوموا بيلتهوا. فهي معلومة جديدة، معناته كل الأمهات ما تصدقوا فيه يدرس هو جوعان. هو جوعان. محس عليك سلمى. رح ننتقل لخبرنا التالي، حيث أقيم في كنيسة الزيتون بدمشق صلاة بمناسبة مرور 150 عام على تأسيس اللجنة الخيرية للفقراء بطريركية الروم الملكيين الكاثوليكا. احنا بنقدم كثير اعانات مثل ما قالوا الزملاء ل 350 ل 350 عائله، وبعدين بنعمل لهم كمان لقاءات وحفلات، بنوزع لهم اذا ختياريه، يعني بنعطيهم كراسي اذا لزمهم تبع المعاقين يعني، وكلهم بنروح بنزورهم كل سنه مره او مرتين اذا يعني بهالاول غير مره بالسنه، بس هلا اذا الله راد كل شيء 6 أشهر بنروح بنزورهم مشان نشوف أوضاعهم وإذا بيحتاجوا شيء أكثر. فرحنا فرحين اليوم، مبسوطين كتير، وبنفس الوقت مبسوطين بانتصارات جيشنا العربي السوري على كافة الجبهات السورية. فنحن بنهدي فرحنا هاد، بنحكي لجيشنا العظيم، وبنفس الوقت بنحاول هلأ نصلي لشهدائنا وشهداء سوريا كلها. وكل عام وأنتم بخير، شكرا لكم. هذه اللجنة تأسست بدمشق عام 1865، وأسست للاعتناء بفقراء الطائفة والاعتناء فيهم بهم من كافة النواحي، من المساعدات المالية الشهرية للعائلات التي لا دخل لها، وتقديم الطبابة، الاعتناء بتعليم الأطفال، الاعتناء بكل مستلزماتهم من النواحي الطارئة أو الشغلات النكبات التي تصيب. واليوم نقيم الذكرى
150 سنة على تأسيس هذه اللجنة. اللجنة تأسست بالعام 1865 خدمة لمساعدة الفقراء. طبعا احنا من يوم ما تأسسوا لهلا قبل الأزمة الأخيرة اللي كنا فيها تنوعت الاحتياجات اللي كان عم يطلبها الفقير. الحمد لله قدرنا نتوصل بالتعاون مع غير جمعيات انه نقدم لهم دورات تعليمية. تعاوننا مع غير جمعيات لتأمين دواء. تعاوننا لتأمين كراسي للمعاقين. طبعا بالإضافة لمساعدة الفقير اللي ما توقفنا عليها كل السنوات هاي. طبعا اليوم بنحتفل باليوبيل 150 سنة لذكرى تأسيسها، يرأسها حاليا غبطة البطريرك يوسف العبسي. هذا الإدباس يوبيل لأنه صار للجمعية 150 سنة، فعم نحتفل بهالوقت في الكمية هي 150 سنة، يعني طارفة عظيمة يعني. فعم نحتفل أنه صلنا 150 سنة عطاء للفقراء وللعائلات الفقيرة. رح نقلب بروزنامة التاريخ، فبكل يوم حكاية شهد التاريخ عليها، وكان في كتير من الأحداث يلي غيرت مجرى حياتنا. شو هي أبرز هاي الأحداث؟ بنشوفها بالتقرير التالي. لكل يوم أحداثه وأخباره، منها ما يترك بصمة واضحة في سجلات تاريخ، ومنها ما يمر دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من عام 1827 وقوع حادثة قصر القصبة، حين لطم حاكم الجزائر الداي حسين قنصل فرنسا بالمروحة، وعلى إثر ذلك احتلت فرنسا الجزائر. في عام 1885 جامعة أكسفورد تفتح أبوابها للفتيات للمرة الأولى، وفي عام 1891 نينوميا تشوهاتشي ينجح في الطيران بنموذج طائرة بقوة قطف المطاط. كما سجل هذا اليوم من عام 1915 هزيمة الإيطاليين في معركة القرضبية في ليبيا، وهي أكبر هزيمة تعرضوا لها منذ غزوهم لليبيا عام 1911. وفي عام 1949 اليابان تحصل على موافقة الانضمام للأولمبياد من اللجنة الأولمبية الدولية. من الشخصيات التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من عام 1854 هنري بوانكاريه، عالم رياضيات وفيزيائي فرنسي. وفي عام 1894 زكي طليمات، ممثل ومخرج ومؤلف مصري. من الوجوه التي غادرت العالم في مثل هذا اليوم من عام 1933 قسطنطين كفافيس، شاعر يوناني. وفي عام 1980 ألفريد هيتشكوك، منتج ومخرج سينمائي إنجليزي. صباحنا لسه بأوله، ويمكن سوا نشهد خلال ساعات القادمة على أحداث بتغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد.
ميسان، رح نبدأ أولى فقراتنا بصباحنا لليوم مع فكرة بدأت بالكثير من بلدان العالم. اليوم بدأت الخطوة الأولى نحو مشروع المدينة الذكية بسوريا. مصطلح المدينة الذكية الذي يطغى على الساحة التكنولوجية اليوم يسعى لتوفير بيئة رقمية صديقة للبيئة ومحفزة للتعلم والإبداع، في توفير بيئة مستدامة تعزز الشعور بالسعادة والصحة. واليوم رح نتعرف أكثر على مشروع المدينة الذكية مع الخبير بمجال الاتصالات والمعلومات المهندس طلال الشرابي. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباحنا خير. يسعد صباحك. اهلا صباح النور. يعني بالبدايه خلينا استاذ طلال نشرح شوي للناس شو المقصود بالمدينه الذكيه ليكون مشاهدينا اكيد على العلم بهذا المشروع. طبعا هلا اول شيء مفهوم المدينه الذكيه مثل ما تفضلت زميلتك انه هو مفهوم ما هو جديد كثير، هو جديد يمكن على الشرق الاوسط بس برا بلشت فعلا تطبق هي الامور بشكل اوضح. هلا المدينه الذكيه هي المدينه يلي بتوفر كل البيئة الرقمية مثل ما قالت لتوفير خدمات سهلة مع المواطنين بالدرجة الأولى، ولتأمين تواصل بشكل مستمر بين المواطنين وبين الجهات الرسمية وغير الرسمية، إما عن طريق التعليم أو الخدمات البلدية أو خدمات أو حتى خدمات الإنترنت والتسويق للأمور هي. هلا المدينة الذكية طبعا مثل ما قلت هي شغلة، شو كلمة ذكية؟ المهم إنه دائما قادرة تعطيني تحسينات للوضع بناء على الوضع اللي بتشوفه بتدرسه هي. وهي الدراسة دائما بتتم عن طريق كثير أمور تنتشر ضمن المدينة الذكية مثل المجسات، الكاميرات، المراقبة، كل هالأمور هي اللي بتؤدي إلى نتائج إيجابية بالنسبة للمواطن وبالنسبة للمؤسسات الخاصة والحكومية. يعني سمعنا أنه في خطوة أولى نحو تطبيق هذا الشيء بسوريا، خلينا نحكي عن هي الخطوات، كيف شو الدراسة اللي عم تتم حاليا؟ شو الشيء اللي عم ممكن يصير على أرض الواقع قريبا؟ هلأ أهم شيء المدينة الذكية بحاجة لمقومين كثير أساسيين. المقوم الأساسي اللي هو البنية التحتية لموضوع الاتصالات وتقنية المعلومات. هذا الموضوع الحقيقة بسوريا يعني كان له حيز كتير كبير من التطور بالفترة الأخيرة، وهلأ عم ترجع الأمور ترجع مرة تانية إن شاء الله بعد انتصار سوريا وخلاص هالأزمة هي. المقوم الثاني المهم هو موضوع العامل البشري. نحن اليوم إذا العامل البشري ما كان مثقف تقنيا ومعلوماتيا ما حيقدر يتأقلم ويتجاوب مع التطورات اللي عم تصير على مستوى المدينة الذكية. يعني مثلا اليوم أنا إذا بدي أقول له خدماتك صارت كلها عبر الموبايل، عبر الإنترنت، عبر الوسائل التقنيات الجديدة، إذا هو ما له متعود، ما له فاميليار مع هاي المصطلحات، مع هذا الاستخدام، ما لحنا استفادنا. فلذلك احنا اليوم المدينة الذكية هي تأمين بيئة اجتماعية مثقفة لهذا النوع من الخدمات، بالإضافة لتأمين بيئة تحتية أو بنية تحتية بتأمن التواصل اللي كنا عم نحكي عليه قبل شوي بين المواطن وبين المؤسسات الخاصة والحكومية. طيب أستاذ طلال خلينا نحكي شوي، يعني من فترة كنتم مشاركين من أيام قليلة بمعرض سيرياتك. نعم. خلينا نحكي شو قدمتوا للزائر وشو قدمتوا أيضا للشركات من أجل مثل ما قالت تقليص يمكن هاي الفجوة اللي شوي بعيدة بين الناس لسه والتطور التكنولوجي. تمام. اللي يمكن صار ببلدان تانية بحل محل كتير أمور. صحيح. لهلأ نحن للأسف بنعاني منها. صحيح. هالحقيقة معرض سوريا تك هو كان خلينا نقول حيز زمني صغير شوي ولكن جيد لحتى ترجع العالم تتعود على شيء اسمه تكنولوجيا وتقنيات. يعني بالحقيقة باليوم الأول كانت عدد الزوار قليل شوي، بس مبارح وأول مبارح كان عدد الزوار كبير، في إقبال جيد على المعرض بغض النظر عن طبيعة المنتجات اللي كان فعلا الزائر عم بيوقف ويسأل إنه هي شو بتساوي، هي الآلة ليش معروضة، شو بتعمل. هو ممكن ما يكون هو مشتري ولكن صارت في الأسئلة الفضولية اللي احنا بنسميها عند المجتمع هي بلشت ترجع من أول وجديد. هلأ طبعا نحن أحد الشركات المشاركة ضمن المعرض مقدمين حلول على مستوى الاتصالات والشبكات بما يتناسب مع بناء خلينا نقول المدن الذكية على مستوى الاتصالات وعلى مستوى إدارة الطرقات وإشارات المرور والبنية التحتية للأنفاق وإلى آخره. هلا هذا الموضوع له كثير كان اثر ايجابي، كان في عده اجتماعات الحقيقه بين اطراف حكوميه واطراف خاصه بهذا الموضوع، لانه وضوحا انه احنا في عندنا توجه جدي وصار يمكن بين قاب قوسين او ادنى انه يتحقق فعلا اول خطوه اللي هي انه نبلش نحن نشوف مدينه دمشق باحد اجزائها في جزء فيها ذكي
وبتصور هاي البداية غالبا حتكون من مشروع 66 اللي هو مشروع زرازي، وهي شغلة ما لها بعيدة إن شاء الله بتصور حسب ما احنا لمسنا من الاجتماعات اللي صارت ضمن المعرض. إن شاء الله. خلينا هيك نحكي شوي كمان عن الميزات، يعني شو هي ميزات المدينة الذكية يلي ممكن إلى أي درجة كمان تسهل حياتنا؟ تمام. هلا اليوم نحن بس المدينة الذكية الحقيقة هي يعني عبارة عن سيركل أو دائرة متكاملة مغلقة. اليوم المدينة الذكية هي عبارة عن طاقة إيجابية إن صح التعبير، بتعطيها طاقة إيجابية، فالطبيعي الناس اللي قاعدة بتعطيك هي الطاقة الإيجابية بالعكس. أعطيك مثال، اليوم أنت عندك بأحد أهم مقومات المدينة الذكية أنه بتوفر بالطاقة، بتوفر بطريقة استخدام الطاقة، طريقة استخدام الموارد الطبيعية مثل المي، مثل الوقود، كل هالأمور هاي. كيف اليوم أنت دائما مثلا، أعطيك مثال، اليوم أحد الأمور اللي بسيطة بتكون بالمدينة الذكية أعمدة الإنارة اللي بتكون بالشوارع مثلا. عندك شوارع يمكن ما فيها زحام بالليل، ما فيها يمكن حاجة كبيرة للضوء، فالحالة بتتحسس انه ما في عندي زحام كتير، فبيقلي الى بيعملوا ديمينج او انخفاض بالطاقة الضوئية، فبالتالي انت عم توفري طاقة عم تصرفيها بمكان تاني. حتى نفس الموضوع انخفاض مثلا هون انا بهالمنطقة مالي بحاجة لكل هالضخ المائي، بحول لمكان تاني. اليوم انا مثلا المواطن الصبح بيطلع على شغله الصبح، ممكن انا اصل للشام مثلا اذا عم بيجي من عده اطراف في اكثر من طرق، فانا ممكن وجه المواطن انه هذا الطرق مزحوم كثير، خذ الطريق الثاني او الثالث او الرابع. فهذا الموضوع انت اليوم لما بيحس المواطن انه في تسهيلات عم تساعد انه حياته بتصير اسهل، بيصير هو بيتجاوب مع هاي التقنيات بشكل اسهل، حتى هو بصير بيلاحقها. يعني اليوم بجوز تقول له للمواطن نزل هذا الابلكيشن على موبايلك مشان تعرف مثلا احد الاخبار اللي خاصه بالطرقات، ممكن اول فتره ما تشوفي في تجاوب، بس بكره لما يلمس انه هذا التطبيق عم يسهل حياته اليوميه، انا بدي اصل بدي مثلا بقول انا بدي اطلع اليوم من المنطقه الفلانيه الى المنطقه الفلانيه، اكثر طريق يمكن ما فيه زحمه، بدال ما اطلع انا قبل ساعه، اليوم انا صار فيني افتح التطبيق اسمع الراديو مثلا، او حتى الاذاعات الخارجيه برا بتعرفي انت في عندك دائما شيء موجود. تمام. فلذلك انا بعرف انه انا اليوم فيني اصل بعشر دقائق من هالمكان لمكان، فبكسب وقت. هذا الوقت ممكن يكون فيه مثلا له فائده لي على مستوى الانتاج، على مستوى الدخل. فبالتالي المدينه الذكيه بشكل عام هي شيء ايجابي بشكل كبير. يعني اليوم لانه انا بحسن استخدام الموارد بصير في عندي زياده بالانتاجيه بكافه الاصعده سواء صناعيه او اجتماعيه. الشيء الاهم كمان انه انا اليوم ما عاد دائما عندي هذا الفكر انه يا ترى الموارد الموجوده عندي حتكفيني ولا لا، انا اليوم صار في عندي اداره موارد بشكل صحيح. يعني انا ما عاد اهكل هم انه والله مثلا اليوم ما عندي مولدات طاقه، او مثلا ما عندي فيول للطاقه بشكل كامل. لا، ليش؟ لانه صرت انا اليوم استهلاكه بشكل صحيح وذكي. تمام. فالحقيقه المدن الذكيه هي خطوه كتير جباره لقدام، وخصوصا انه احنا اليوم عم نعمل اعاده اعمار للدوله. اعاده الاعمار بتعرفي بياخذ وقت من الزمن، وحتى تعود الدوله كما كانت سابقا بالطاقات الموجوده، فانا كثير بحاجه لمدن ذكيه لحتى اقدر انا يعني استخدم طاقاتي الموجوده بطريقه ذكيه، خصوصا انه في اعاده بناء لبنى تحتيه جديده يعني. صحيح. ببعض المناطق، بعض المناطق المتضرره اللي احنا شفناها يعني بكلياتنا. اليوم انا لحتى ارجع ابنيها وترجع الى سابق عهدها بدها تاخذ وقت، فلا انا اليوم بقدر ابني مدن هي الجديده بطرق ذكيه لاستخدام الطاقه اللي عم تفوت عليها. هل تم دراسه هذا الشيء فعليا؟ يعني هلا بينكم وبين يمكن عده وزارات بالدوله بحاجه لتفعيل هذا الموضوع، يعني هي التشاركيه بالنهايه، هل تم دراسه وضع قاعده بيانات لخلينا نقول لخطوات اولى لبعض الاماكن اللي ممكن فعلا هلا نشوف اعاده تاهيلها بناء على استخدام التنميه بهذا الموضوع، على بناء على استخدام المدينه الذكيه؟ تمام. هلا هي نحن كان في اجتماع خاص بين شركتنا بشكل خاص ومع وزاره الاتصالات ضمن المعرض. المعلومات بتقول انه حقيقه وزاره الاتصالات السوريه عم تقول بمجهود جبار فعلا، يعني لحتى هي تعمل مثل ما قلتي تفضلتي قاعده بيانات ضخمه حول الامكانيات لتطبيق الاتصالات بشكل ذكي ضمن المدن اللي عم ترجع تتحرر او اللي بدها اعاده اعمار. لانه اليوم اذا بدنا نرجع نفكر بالطريقه التقليديه انه انا بدي اقيم الركام وبدي اقيم كل خلينا نقول فضلات الحرب، بدها ترجع الامور تاخذ وقت طويل. بينما اليوم انا لما بجي بعمل داتا بيز موحده او قاعده بيانات بعرف شو في عندي وشو هي الامور اللي انا فيني استفيد منها حاليا، هذا الشيء اكيد بيؤدي الى انطلاقه سريعه لعوده الخدمات اللوجستيه لكل المدن اللي هي متضرره كانت.
الجواب على سؤالك صح انه سوريا عم تعمل هذا الموضوع. هلا هل في خلينا نقول شيء ملموس واقعيا على الارض بين الشركات الخاصه وبين وزاره؟ لسه ما يعني لسه ما طلع على الضوء، بس ان شاء الله في شيء عم بيصير وعم بتحضر له وقريبا ان شاء الله بده يطلع على الضوء. يعني الى اي درجه في خبرات سوريه فعلا هي قادره على انه التطوير بموضوع اعاده الاعمار بهذا الوقت؟ هي قديش عندنا خبرات سوريه فعلا يمكن هي قادره على المضي قدما بهي المواضيع؟ هلا بشكل عام الشباب السوري هو شباب مثقف وخصوصا بمجال التكنولوجيا والمعلومات، وعنده قدره على التعلم بشكل سريع. نحن اليوم يعني حسب تقديراتنا الشخصيه بنقول نحن اليوم بحاجه فعلا لهيئه او وزاره او اي شيء خلينا نقول حكومي بيستقطب هي الطاقات كلها لحتى يعملها تكامل مع بعضها، لانه اليوم هلا في عندك انت مجموعات متفرقه، كل مجموعه يمكن عندها فكره، كل مجموعه عندها طاقه معينه يمكن نستهلكها او نستثمرها. فاليوم اذا فعلا بيتواجد شيء يجمع كل هي الطاقات ليعملها تكامل وترجع تتكامل مع بعضها لحتى تنشئ مدينة ذكية بالطرق العالمية، كتير مهم هذا الموضوع لأنه الطاقات فعلا موجودة. وخلال الأزمة صح في طاقات هاجرت لبرا، بس لسه في طاقات كتير موجودة هون وبحاجة إلى إعادة تنظيم إن صح التعبير يعني. فبتصور إذا هذا الموضوع نعمل عليه بشكل سريع، وبتصور فيه عنا نحن الكوادر اللي قادرة أنه هي تخلق هيك منظمات شبابية وتجمعها وتستفيد من طاقاتها، أكيد رح يكون الانطلاق بالمدينة الذكية هو انطلاق سريع جدا. نعم، يعني مثل ما قلت أستاذ طلال، يعني هي خلينا نقول نواة حقيقية لحتى نقدر نستفيد من كل هاي الخدمات اللي فعلا ممكن تسهل حياة المواطنين وبنفس الوقت توفر على الدولة بأماكن كتير من خلينا نقول المصروف حتى المادي طبعاً. شو الأجدد شيء خلينا نقول هلأ رح تشتغل عليه فعليا قيد التطبيق؟ طيب. رح يكون هلأ مبدئيا أهم شيء هي تأمين، حقيقة تأمين بيئة اتصالات مهمة ضمن المدن اللي عم إعادة أعمارها. هلأ بيئة الاتصالات اللي ممكن أن الواحد يقدر يستفيد منها هي الاتصالات اللاسلكية فعليا. ليش؟ لأنه أنت دائما على مداخل المدن موجودة الاتصالات السلكية عن طريق الألياف الضوئية وما شابه. اليوم أنا إذا بقدر أمن بيئة الاتصالات اللاسلكية بتغطي مساحات جغرافية واسعة. أنا اليوم أمنت اتصالات الخليوي، أمنت اتصالات الإنترنت، قدرت أنا اليوم أتخاطب مع شريحة واسعة من الشعب عن طريق موبايلاتهم الذكية، عن طريق الرسائل، عن طريق الواتساب أو كل هالأمور هاي اللي أنت ممكن الإنسان يستخدمها. فلذلك نحن بنشوف اليوم أهم شيء أنه نحن اليوم نطور بنية الاتصالات بطريقة سريعة وذكية لحتى نقدر نحن اليوم نتواصل مع الناس الموجودين. تواصلك مع هاي الناس الموجودة بطريقة صح هيخلي الناس تكون جزء من إعادة الإعمار. اليوم إعادة الأعمار ما هو جزء مقتصر على الدولة فقط، أنت كمان بدك الناس تشارك، ممكن يكون لها آراء أفكار معينة، ممكن يكون اللي عايش بالمنطقة ممكن يعطيكي فكرة من صلب المنطقة نفسها، ممكن ما لا خاطر على بال المهندس اللي بيشتغل. فلذلك اليوم أهم شيء هو بنية الاتصالات حقيقة، يعني تتأمن بالمدن لحتى ترجع تشتغل المدينة الذكية بإذن الله والتشاركية بالعمل كمان. تمام، مثل ما حضرتك ذكرت. المهندس طلال شرابي شكرا كثير للمعلومات اللي قدمت لنا اياها، بنتمنى فعلا انه هالمدينة تتحقق على ارض الواقع وتصير كل مدينة دمشق مدينة ذكية. شكرا كثير لك. ولا يهمك، اهلا وسهلا. شكرا لك. اهلا وسهلا، شكرا كثير لك. اما هلا ميسان حنروح لمحطتنا التالية ومساوئ الانكسار والعطش اللي ممكن يصيب العين بشكل محور الندوة العلمية التثقيفية اللي اقامتها شركة البر للبصريات وجهت فيها إلى طلاب المدارس. تفاصيل رزتها كاميرا صباح نغير. تحت شعار لنشوف الدنيا أحلى أقيمت ندوة علمية عن أمراض أسوأ الانكسار والوقاية من مرض العطش بالتعاون بين شركة البر للبصريات ووزارة التربية في صالة الأبتاون، وتأتي الندوة استكمالاً لحملة توعية تطوعية وتثقيفية كانت قد بدأت بالمدارس السورية منذ بداية شهر شباط. قامت شركة البر بتوقيع بروتوكول مع وزارة التربية بفحص أطفال المدارس الأول والثاني. هاي الحملة مدتها سنتين للكشف المبكر عن أسوأ الانكسار والوقاية من الغطش. الحملة هي بتعنى بمجال البصري كونه نحن شركة بصرية، وبنفس الوقت منروح لإنقاذ عيون الأطفال ووقايتهم من إصابة في مرض الغطش اللي هو الكسل الوظيفي. الحملة بدأت بواحد اثنين، قمنا ببدء الحملة مع إدارة الصحة المدرسية بالتنسيق معها، وردفونا بكوادر من الصحة المدرسية. قمنا بحملة في بعض مناطق دمشق طبعا بالتعاون مع شركة البر
من أجل الكشف المبكر عن أمراض العيون وخاصة أسواء الانكسار اللي هو الغطش الكسل الوظيفي. وطبعا هذه الحملة كانت ناجحة جدا بسبب أنه نحن ذهبنا للمدارس وقمنا بفحص الطلاب خاصة الطلاب الصغار، وجدنا أنه في نسبة عالية من الأطفال لديهم أسواء انكسار. طبعا عن طريق هذه الحملة اللي شارك فيها أطباء ومساعدات من وزارة التربية ومديرية الصحة المدرسية بالتعاون مع شركة البر البصرية، ويعني قدمنا بعض النظارات للأطفال الفقراء وخاصة. وجوه فنية وأعلامية شاركت في الندوة دعما للحملة لما تحمله من أهمية في المحافظة الأطفال بنات الغد. لنعمر البلد لازم نعمر الولد، يعني الأطفال تبعنا بالمدرسة غالبا خصوصي بالسنوات الأولى وقت بيكون في عندهم مشاكل عينية أو بصرية غالبا بصير أداؤهم ضعيف بالمدرسة، والأهالي الحقيقة ما بتنتبه لهي القصة. بالسنة الأولى بالصف الأول والثاني يعني تحت سنة 8 سنوات الولد ما بيخبر إنه هو عم يشوف منيح أو ما عم يشوف منيح، الأهالي لازم تنتبه. الحملة كتير ضرورية للتوعية، ونحن اليوم بصدد نوعي الأهالي قبل ما هي الحملة للأطفال. يعني كتير مهم الأهالي يهتموا بهذا الموضوع، لأنه الأطفال يعني هن مستقبلنا، وكل ما كانت صحتهم منيحة كل ما كان هذا الموضوع أحسن لمستقبلنا ومستقبلهم ومستقبل بلدنا. فأنا كتير مبسوطة أنه أنا جزء من هاي التوعية وجزء من هاي الحملة، وأنا الحمد لله يعني كتير بحب الأطفال والأطفال بيحبوني بعد شخص ميديا بصبايا. برنامج الندوة تضمن محاضرة توعوية وعرض مسرحي توعوي للأطفال بهدف إيصال الفكرة بالشكل الأقرب، وبيذكر بأن الحملة تستمر لمدة عامين وبتشمل جميع المدن السورية. سلمى، بكل يوم جولة جديدة على أبرز الأخبار الثقافية بالعالم وبالوطن العربي وبسوريا، ورح نبدأها من سوريا وانطلاق فعاليات مهرجان سينما الشباب والأفلام القصيرة الخامس بمشاركة 52 فيلم من 5 دول عربية من سوريا ولبنان والعراق مصر تونس وعمان. أجواء افتتاح المهرجان منتابعة بالمادة التالية. عشرين أيار فيلما من إنتاج مشروع دعم سينما الشباب والتي ستتنافس على 6 جوائز، كما تضمن فعاليات المهرجان تظاهرة الأفلام الطويلة للألفية الثانية التي حصلت على جوائز عالمية والتي ستعرض في صالة سينما الكندي بدمشق. مثلا رح نبقى بدمشق حيث استضافت أماسي في نسختها 15 الإعلامية السورية هيام الحموي في حوارية حملت عنوان مسيرة نصف قرن في المركز الثقافي العربي. تفاصيل منتابعة بمادة للزميلة ريم سليمان. بالتأكيد أنا كتير سعيدة بهذا الشيء، بس بحب أقول أنه لما انطلب مني السنة الماضية طلبت مهلة أنه لحتى يصيروا فعلا 50 سنة، لأنه ابتديت بال68 بإذاعة دمشق، وكنت متأملة أنه يترافق هذا الشيء مع الانتصار الكامل لسوريا. هلأ صار في انتصارات كتير، كنت بتمنى فعلا انه يتزامن هذا الشيء مع الانتصار الكامل، بس نوعد حالنا نرجع نلتقي وقت اللي بتتحقق هاي الأمنية، وان شاء الله بتكون بأقرب فرصة. وانا سعيدة انه من اول ما ابتديت العمل لليوم وانا حاملة كل مفردات سوريا الجمالية جواتي وعم حاول انسرع عبر الأسير.
ننتقل إلى خبرنا التالي من محافظة اللاذقية، حيث أقامت الغرفة الفتية الدولية معرضا للثقافات الدولية تحت عنوان مشوار على العالم، مجسدا صورة مصغرة عن 14 دولة ممثلة من قبل الجاليات العربية والأجنبية، إضافة إلى ممثلين من المحافظات السورية. مشاهد من المعرض تابع سوا. وبنختم جولتنا الثقافية الصباحية لليوم مع مهرجان الباروك بنسخته الثالثة اللي اختتم أمسياته على مسرح دار الأسد للثقافة والفنون بمشاركة السوبرانو كارمن توكمجي وقائد الفرقة السيمفونية الوطنية المايسترو ميساك باكبودريان. مشاهد بنتابعها بالمادة التالية. وصلنا لختام جولتنا الثقافية، فاصل صغير مشاهدينا ونرجع لنكفي محطتنا لليوم. مساء، وصلنا لمساحتنا الطبية لليوم. رح نتوقف سوا عند مشكلة بتصيب الأطفال بشكل كبير ما دون الثلاث سنوات، وهي التهاب الأذن الوسطى المصلي، وغالبا ما يرتبط بتضخم الناميات، المشكلة الشائعة لدى شريحة كبيرة من المرضى. اليوم رح نتعرف سوا على الأسباب، وأكيد رح نروح سوا لنعرف أسلوب الوقاية والعلاج بالمعلومة اللي رح يقدمها لنا ضيفنا لليوم الدكتور عماد عبد الباقي، أخصائي بمجال الأنف والأذن والحنجرة وايضا جراحه الراس والعنق. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك دكتور. يسعد صباحك دكتور. دكتور، التهاب الاذن الوسطى المصلي، خلينا نتعرف عن هذا المرض، شو هو، كيف بصير واسبابه.
نعم، هلأ من كلمة التهاب الأذن الوسطى فهو التهاب، ولكن أدخلت عليها كلمة المصلي هي نتيجة لوجود سائل داخل الأذن الوسطى. طبعا هذا السائل الموجود داخل الأذن الوسطى بيتجمع ضمن هالفراغ الموجود ضمن الأذن الوسطى، وله أعراض طبعا كثير بيسببها، من نقص السمع، من آلام إلى آخره. بس قبل ما نحكي عن شو هو التهاب الأذن الوسطى المصلي، أنا برأيي لازم نعرف شو هي الأذن الوسطى. صحيح. وشو آلية عملها. تمام. طبعا الأذن الوسطى هي عبارة عن حجرة، فينا نقول عنها أو صندوق، بنسميه نحن صندوق الطبل، اللي هو صندوق له جدر وله سقف وله أرضية. طبعا المشكلة الوحيدة بالأذن الوسطى أنه ما له منفس أو ما له طريق تهوية إلا عبر نفير أستاش، اللي هو الأنبوب اللي بيوصل الأذن الوسطى مع البلعوم الأنفي. وهذا نفير أستاش هو بيأمن التهوية طبعا للأذن الوسطى، وبيأمن له توازن الضغط. يعني في ضغط داخل الأذن الوسطى لازم يكون متوازن مع الوسط الخارجي اللي موجود بالبلعوم الأنفي، فهذا الضغط بيأمنه نفير أستاش. أي خلل بيصيب نفير أستاش بعمله من تصريف المفرزات بيخلي المفرزات الموجودة داخل الأذن الوسطى تتراكم داخلها، وهذا الشيء طبعا بيزداد. يعني هذا السائل الموجود بالأذن الوسطى ما راح يضل شيء بسيط وبعدين بينزل، لا بده يزداد لحتى يسبب لنا مشكلة اللي نحن بنسميها التهاب الأذن الوسطى المصلي. طيب دكتور، يعني خلينا شوي نفرق، شو الفرق بين التهاب الأذن الوسطى الحاد يمكن او والمصلي والاعراض، هل في تشابه بيناتهم؟ تمام. طبعا التهاب الأذن الوسطى الحاد هو اي حدث التهابي موجود بالمجاري التنفسيه العلويه وخاصه بالجيوب والانف، ممكن يوصل عبر نفير أستاش اللي كنا عم نحكي عنه للأذن الوسطى. هذا البكتيريا او الجراثيم او الحدث الالتهابي ممكن يسبب لنا وزمه او تبيغ بنسميه بالاغشيه المخاطيه المغلفه او المبطنه عفوا للأذن الوسطى. هذا التبيغ او الوزمه الموجوده بالاغشيه المخاطيه الاذن الوسطى بنسميه التهاب اذن وسطى حاد. طبعا التهاب اذن وسطى حاد اذا ما تعالج او اذا تعالج ولكن بطريقه غير صحيحه فممكن يستمر فيسبب لنا التهاب اذن وسطى تحت الحاد. طبعا نتيجه استمرار هذا الالتهاب مع فتره زمنيه معينه الاغشيه المخاطيه الوزمه الموجوده فيها بتطرحه لداخل الاذن الوسطى، وبتجمع السائل اللي كنا عم نحكي عنه. هذا السائل طبعا بنسميه المخاط، او ممكن يتعضى او يتكلس شوي مثل ما بنقول عنه، فبصير اسمه جلو، يعني مثل الصمغ. وهذا الصمغ هو بنسميه طبعا لاحقا التهاب اذن وسطى المخاطي او المصلي، او طبعا هو اسم عربي، هو المفروض نسمى نحن انصبابي، لانه في بصير انصباب بالسائل داخل الاذن الوسطى. كنا عم نحكي انه ممكن يصير التهاب الاذن الوسطى المصلي عند الاطفال دون الثلاث سنوات. ليش ممكن كثير يصير عندهم؟ هلا التهاب الاذن الوسطى المصلي بصير بكل الاعمار، يعني ولكن هو اشيع شيء بعمر السنتين لثلاث سنوات، يعني 40% من الاصابات بنلاحظها بهالاعمار، منتشر بهذا العمر. تماما. في اسباب كثير طبعا عند الاطفال، فينا نقول نحن في عندهم خاصيه معينه بنفير أستاش كنا عم نحكي عنه. طبعا نفير أستاش بشكل عام هو قناه بتكون مائله شوي مع الافق بزاويه تقريبا 30 ل 45 درجه، وهي بتامن نزوح السائل من الاذن الوسطى الى الاسفل، يعني نحو البلعوم الانفي. في ميزه عند الاطفال انه نفير أستاش ما بيكون مائل، بيكون تقريبا افقي. تمام. هي الافقيه الموجوده عند الاطفال، وبسبب دائما ارضاعتهم وهن متسطحين بيصير الافقي صار مائل، ولكن بالعكس. يعني نحن وقت عم نرضع الطفل بوضعيه الاستلقاء مثلا، فكانه عم نصب المي او عم نصب عفوا الحليب داخل الاذن الوسطى مباشره. طبعا عند الاطفال تكثر حالات التهاب الاذن الوسطى الحاد والمصلي، مو بس المصلي، ولكن المصلي اكثر نتيجه اول شيء مثل ما حكينا وضعيه نفير أستاش، ثاني شيء تضيق اللمعه تبع نفير أستاش فبتكون تهويه اقل شوي، ثالث شيء وجود التهابات متكرره عندهم نتيجه وجود الناميات اللي هي مدخل او نفير أستاش اللي بيهوي الاذن الوسطى. طبعا بالاضافه لوجودهم بالمدارس والحضانه والروضات والعدوى المستمره بين بعض، كل هي العوامل بتؤدي انه تكثر عندهم حالات التهاب الاذن الوسطى بشكل عام والمصلي بشكل خاص. معدي التهاب الوسطى المصلي؟ هلا الالتهاب بحد ذاته كاذن لا غير معدي، ولكن البكتيريا المسببه ممكن ممكن تنتقل لطفل ثاني وتسببنا التهابات معينه، وهي الالتهابات ممكن كمان تسببنا التهابات اذن وسطى بالمستقبل.
طيب دكتور، حكيت عن الناميات ودورها بالتشكل الالتهاب بشكل عام، خلينا نحكي عن دور تضخم الناميات بأكثر من مشكلة صحية، يمكن فقط مو بس الأذن الوسطى. تمام. هلا أول شيء الناميات، بدنا نعرف الناميات هي عبارة عن نسيج لمفاوي، طبعا هو موجود مثل أي نسيج لمفاوي موجود بالجسم، موجود بالبلعوم الأنفي، بالجدار، باتصال جداره الخلفي مع سقف البلعوم الأنفي، يعني بمدخل نفير أستاش ومخرج فتحات الأنف. فالناميات موجودة عند كل الأطفال ما دون 12 أو 13 سنة، تمام، ولكن تبلغ حجم الأقصى بعمر 3 إلى 8 سنوات تقريبا. هلأ كل الأطفال مثل ما حكينا عندهم ناميات، ولكن في أطفال بيكون عندهم هاي الناميات أكبر من غيرهم لأسباب كثيرة، طبعا منها الألرجيا أو الحساسية، من الالتهابات المتكررة، طبعا في عوامل وراثية، في العوامل البيئية، يعني إذا عايش الطفل ضمن بيئة مانا صحية مثل مثلا تدخين الأهل، ممكن وجود روائح معينة، ممكن الغبار، ممكن رطوبة إذا كان عايشين بأماكن أبو أو إلى آخره، فبتضخم عندهم أكثر من غيرهم الناميات، وهذه الضخامة بتسبب لنا مشاكل أولا تنفسية، ثانيا التهابية. طبعا التنفسية بتشمل الأنف، لأنه هي بتسكر تهوية للأنف، فبصير في عندنا رشوحات متكررة عند الأطفال، ممكن تسبب لنا التهاب جيوب، ممكن تسبب لنا مشاكل تنفسية أثناء النوم اللي بنسميها sleep apnea، اللي هي توقف تنفس أثناء النوم، بالإضافة لوجودها مثل ما قلنا بمنطقة تهوية للبلعوم الأنفي، يعني ممكن تسبب لنا خنة بالصوت، ممكن تسبب لنا صعوبة بالرضاعة، بالإضافة طبعاً لانسداد نفير أستاش اللي بسبب لنا التهابات أذن وسطى إن كان حادة أو مزمنة. دكتور، خلينا نحكي هلأ عن الجانب العلاجي شوي للالتهاب الأذن الوسطى المصلي. كيف بيكون العلاج؟ طبعاً هلأ نحن بدنا نعالج الأذن الوسطى المصلي، بدنا ننتبه على شغلة مهمة اللي هي كيف تشكل هالالتهاب، تمام، وشو الأسباب. طبعاً نعالج أول شيء الأسباب، يعني إذا كان سبب الالتهاب المصلي هو وجود الناميات مثلاً أو ضخامتها الشديدة، فطبعاً بدنا نحاول نعالج هاي الناميات، إما علاج دوائي، إذا طبعاً فشل العلاج الدوائي بدنا ننتقل للعلاج الجراحي. إذا كان أسباب الألرجيا الحساسية فبدنا نعالج الحساسية. إذا كان أسبابها إمتانات تنفسية متكررة بدنا نعالج هالإمتانات التنفسية المتكررة. فإذا بدنا نعالج نحن السبب اللي أدى لهذا الالتهاب، طبعاً في معالجات دوائية كتير لالتهاب الأذن الوسطى المصلي، اللي بيسموه بالعامية للأسف هو كياس مي. طبعا أنا ما بعرف منين إجت هالتسمية، ولكن هيك بالعامية اسمها كياس مي. فبيجوا الأهل لعنا بيقول الطفل والله رحنا أخذناه لعند دكتورين وثلاثة وقالوا لنا والله عنده كياس مي، كيف بدنا نعالج؟ فورا على العملية هن متوقعين. لا، أنا بدي نبه على شغلة إنه في عنا 90% من حالات التهاب الأذن الوسطى المصلي تفي 90%، يعني ممكن تتعالج إما عفويا وإما بالمعالجة الدوائية، و10% ممكن نلجأ فيها للمعالجة الجراحية. طبعا المعالجه الدوائيه، كيف هي المعالجه الجراحيه؟ طبعا المعالجه الجراحيه بحال فشل الالتهاب، هذا السائل اللي حكينا عنه موجود داخل الاذن الوسطى ممكن يلتصق بغشاء الطبل ويسبب لنا انعدام حركه. تمام، وهذا الشيء بيبين معنا نحن اما بالفحص بالعياده او من خلال تنظير الاذن بيبين معنا سائل، او بيبين معنا كمود بغشاء الطبل، او من خلال التخطيط بنسميه نحن تخطيط معوقه سمعيه تمبانومتري، اللي هذا بيننا طبعا حركة غشاء الطبل سيئة جدا، فبنلجأ للمعالجة الجراحية. طبعا المعالجة الجراحية تشمل سقب أو خزع لغشاء الطبل واستئصال ومسحب السائل الموجود داخل الأذن الوسطى، وبنحط شيء اسمه أنبوب تهوية. تمام، هذا الأنبوب اللي مصنوع من الجرومت أو من التفلون بنحط داخل غشاء الطبل، وبيستمر طبعا بيضل بالأذن لفترة معينة بين 6 أشهر لسنة. طبعا بيأمن هذا الانبوب، بيأمن تهوية الأذن الوسطى، لانه بصير في عندنا نتيجة تجمع السائل مثل ما حكينا ضغط سلبي داخل الأذن الوسطى، فما بيعود في تهوية نتيجة سوء نفير أستاش او سوء وظيفة نفير أستاش. فهذا الانبوب بيأمن لنا تهوية مستمرة للأذن لمدة 6 أشهر او سنة. طبعا بهالحالة بنخلص من مشكلة السائل وبتحسن سمع الطفل، وطبعا حتى حركته ونشاطه الامور اللي حكينا عنها كلها ان شاء الله بتتحسن. طبعا نحن مرافق لعمليه خزع الطبله او تركيب انابيب تهويه، اللي بيزيد من نسبه نجاح العمليه هي استئصال او تجريف الناميات، لانه هي بتكون اغلب الاحيان هي السبب اللي مسكره فيها نفير أستاش او الاذن الوسطى من الداخل.
طيب دكتور، يعني الملاحظ بشكل عام انه الطفل او حتى الشخص الكبير ليوصل لمرحلة انه هو يعرف انه عنده التهاب، بيكون الالتهاب تفاقم يمكن بسبب الاعراض اللي شوي ما بكون كتير واضحة عند الشخص، يعني كتير قلال اللي هلأ صاروا يعرفوا انه والله اذا حسيت شوي بدوخة انه روح فحص الاذن الوسطى ممكن يكون عندك التهاب اذن وسطى. خلينا نعرف المؤشرات، واذا شخص ما حس على حاله فعليا كل قد ايه انا لازم اعمل فحص للأذن؟ هل مثلا قبل مرضى معينة لازم أفحص ولا بعد ولا كيف؟ تمام. هلأ نحن للأسف التهاب الأذن الوسطى المصلي على الأغلب غير عرضي، يعني ما بيعطي أعراض، ما بيعطي أعراض مثل ما أنه بصيب الأطفال بشكل شائع 40%. طبعا الكهول أو المراهقين يعني بال 11 سنة فما بعد نسبته بحدود 1% تقريبا. فمثل ما قلت لك للأسف هو غير عرضي، ولكن كيف بيصير؟ يعني لازم ننتبه نحن، يعني نعرف شو الحدثيه اللي بصير عند الطفل لحتى نعرف انه عنده مشكله ولا ما عنده مشكله، لانه على الاغلب بيفكروا العالم انه هذا الالتهاب المصلي هو بسبب نقص سمع فقط. يعني بيجيك الاهل بتقول له مع ابنك عنده التهاب اذن وسطى مصلي، فبتقول لك الام لا سمعه منيح ابني عم يسمع، بتقول له اعطيني الكاسه بيعطيك اياها، جيب لي هالشغله الفلانيه بجيب لك اياها. هذا الشيء خاطئ جدا طبعا. هلا في عندنا تحت السنتين غالبا الرضع بيشكو من حالة تململ، مش رح تشكو من انه في عندنا مشكلة بالاذن، بيشكو من حالة تململ، هياج، بتلاقي الطفل بالليل ضايج، ما عم بينام، عم بيرضع بالغصب، بينام بالغصب، بفيق بالغصب، وبتلاقي بحس احيانا انه في عنده شيء باذنه، فبتلاقي ماسك اذنه عم بيشده دائما، ماسك اذنه وعم بيشده. بيقولوا مقرب عم توجع اذنه. بيقولوا عم يطلع اسنانه. واذا طلع اسنانه بتوجع اذنه يعني. تمام، فانه عادي، وبيسالوا الجد والست يعني، فبيقولوا لنا عادي عم يطلع اسنانه اتركوه. لحتى تتفاقم الامور لبعد السنتين ممكن هذا السائل مثل ما قلت لك يصير عليه شيء اسمه جلوس، يعني يصير صمغي، فالطفل براحه الاعراض الاوليه اللي كانت تصيبه اثناء الارضاع بلشنا بمرحله نحن الحضانه. هلا احيانا بينكشف من قبل ممرضه الحضانه، يعني بحال انه الطفل صحيح عم بيسمع ولكن ما عم بيفهم، يعني ما عم بيستجيب معي، خلال مسح احيانا روتيني للسماع، يعني بيجينا الطفل على العياده بمشكله ثانيه مثلا مشكله سعلي او كذا، فبنفحص الطفل بنلاقي عنده مشكله بالاذن الوسطى، فهي كمان ممكن تتشخص بهالطريقه. هلا اغلب الحالات اللي بتجينا نحن بتجينا بسن المدرسه، يعني بالروضه والمدرسه بالصف الاول او بالروضه، فبيجينا الاهل بيقولوا لنا انه الانسه او المعلمه او المدرس عم بيقول لي انه الطفل ما عم بيستجيب للتعليم، يعني ما عم بيفهم تمام، او ما عم بيكمل دراسته، ما عم بيدرس الى اخره. فهي الشغلة بدنا ننتبه عليها كثير، لأنه بكون وصلنا لمرحلة متفاقمة. طبعا التهاب الأذن الوسطى المصلي كان ممكن يتعالج بمراحل لاحقة ولا سابقة، ولكن بسبب التأخر صار في عندنا تشكل هالجلو هذا وصار لابد من عمل جراحة. طيب دكتور، شو هي النصائح العامة يلي ممكن تساهم بأنه ما تصير التهاب أذن وسطى مصلي عند الأطفال، خصيصا يعني نصائح للأهل خلينا نوجهها؟ هلا نحن بالدراسات الحديثة مثل ما حكيت أنه أكدوا أنه أسباب الالتهاب الأذن الوسطى تتعلق أكثر شيء بالإنتانات التنفسية العلوية المتكررة عند الأطفال. أنا بنصح دائما أي التهاب عند الطفل، يعني خصوصا ما دون 3 سنوات ما نهمله، أي رشح والله مرشح صار له شهر أو شهرين أو 3 أشهر معه حساسية، عادي أنا كنت هيك وأنا صغير فعادي يعني بنتركه، هذا الشيء غلط. لازم أي إنتان تنفسي، أي رشح، أي مشكلة تنفسية لازم نعالجها بشكل سريع قبل ما تنتقل للإذن الوسطى، مثل ما حكينا، لأنه عند الأطفال سريعا ما بينتقل التهاب للإذن الوسطى. ثاني شغله بدي اكد عليها هي البيئه اللي عايش فيها الطفل هذا التهاب الاذن الوسطى. كل الدراسات بتاكد انه التدخين وخاصه تدخين الاهل بجوار الطفل هذا الشيء بيأهب لحالات التهاب الاذن الوسطى متكرر، بالاضافه طبعا للبيئه اللي عايشين فيها، لازم تكون بيئه نظيفه، مهوات، مشمسه بشكل دائم، الشمس طبعا. بالاضافه طبعا بدنا ندير بالنا كثير لموضوع الارضاع خاصه عند الاطفال الرضع، ما بدنا نرضع الطفل هو مستلقي مثل ما حكينا، لانه هذا الشيء بيسبب التهابات اذن وسطى متكرره، وباكد على هالنقطه هي لانه خاصه ليلا معظم الامهات عم ترضع اطفالها وهن مستلقين او هن متسطحين على ظهرهم، وهذا الشيء كثير عم بيسبب لنا تفاقم للحاله. طبعا في من الحالات اللي نحن بناكد عليها كمان موضوع التغذيه، يعني تغذيه الطفل هي شيء مهم جدا له. كمان مثل ما قلت لك في دراسات هلا حديثه بتاكد انه الفواكه بالذات
تنقص من حالات التهاب الأذن الوسطى المتكرر وخاصة عند الأطفال الرضع. فولو بشرنا له تفاحة ولو طعمناه موزة صغيرة أي شيء يعني فاكهة ممكن تخففنا كثير من حالات التهاب الأذن الوسطى اللي عم نحكي عنها. يعني معلومات كثير مفيدة اليوم، إن شاء الله يا رب كل يلي تابعونا يكونوا استفادوا منها. بدنا نشكرك دكتور عماد عبد الباقي، شكرا لوجودك معنا. أهلا وسهلا فيك، شكرا كثير لك دكتور للمعلومات يلي قدمت لنا إياها، شكرا كثير لك. يعني مع هي المعلومات الطبية سلمى بنكون وصلنا لختام حلقتنا الصباحية لليوم، وأكيد نحن رح نبقى على الموعد كل يوم الصبح الساعة 9 الصبح، فابقوا على الموعد. ولكل يلي بيحب يبقى على اطلاع بآخر الأحداث والمستجدات فيكم تبقوا برفقة شاشة الأخبارية السورية عبر تغطياتها المستمرة على مدار اليوم. تبقوا بألف خير. أكيد ميسان، نهارك سعيد ونهار سعيد لكل يلي مستمر على متابعة الأخبار على شاشة الأخبارية السورية. ختامنا دائما رح يبقى يحمل الأمل بوجودكم وصمودكم أبطالنا بجيش العربي السوري. لكل يلي عنده فكرة أو موضوع حابب يشاركنا فيها خليكم على تواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير. تمنياتنا أنه تبقوا بألف خير، وباي باي. باي باي.